يقول: الحسنات من الله، فضل من الله يختبر بهذا الفضل عباده. الحسنة الصحة، الحسنة المال، الحسنة الزوجة الموافقة، الحسنة الأرحام الموافقون، الحسنة الكسب المريح، الحسنة السفر المفيد، هذا من الله سبحانه وتعالى. يختبر الإنسان بالحسنة حتى يرى شكره وعدم شكره ومدى شكره. والإنسان يعرض في الدنيا بسيئات، مشكلات، فقر، مرض، دين، عدو، زوج غير موافق، زوجة غير موافقة، أرحام في صراع، شركاء في صراع، هذا من الإنسان نفسه. هذا الخط العام. نعم هناك استثناءات، الأتقياء تصيبهم المشكلات، هذا رافع لدرجاتهم، مو أنهم أن ذلك انتقام لما صنعوا. أما الخط العام، ما يصيب الإنسان من سيئة من نفسه. ولذا حتى أنبياء الله تعالى إذا أصابهم شيء كانوا يبحثون أنه ماذا صدر منهم من تقصير في مقام النبوة، طبعا مو تقصير يعني معصية، حتى أصابهم هذا الشيء. الإنسان إذا أصابه شيء مؤذي، أصابته مشكلة، يبحث عن سبب هذه المشكلة. أحيانا يكون السبب قريب فيعثر الإنسان عليه، أحيانا يكون السبب بفاصل سنوات فبسرعة لا يعثر. الإنسان إذا انتبه إلى هذا الأمر تقل معاصيه وتكثر حسناته. ينقل في تاريخ الزمخشري المعروف أنه ذات مرة كسرت رجله، عاده بعض زملائه قالوا له: ما السبب؟ شنو السبب في أنه انكسار رجلك؟ قال: له سبب ظاهر الآن وله سبب واقع قديم قبل 50 سنة. قالوا: كيف؟ قال: أما السبب الظاهر الآن، كنت راكب على فرس وأسير، وإذا بطائر طار أمام الفرس، والفرس جعل يتخبط في السير وأسقطني وكسرت رجلي. وأما السبب الواقع والقديم هو أنه قبل 50 سنة أنا كنت طفل، صدت عصفورا وشديت حبل خيط برجل العصفور، العصفور وين ما كان يروح كنت أسحب الخيط أجره. ذات مرة العصفور دخل في ثقب جبل، ثقب حائط في المكان، كنت أسحبه ما كان ينسحب، ما كان يجي، تبين أنه خلف صخرة كذا ما يقدر العصفور أمي قالت لي: أترك هذا العصفور، إذا هالشكل تسحب تنقطع رجله. سحبت حالة الطفولة، لا مسؤولية، لا التفات، لا انتباه، لا تعقل. شاء
الشباب ينتبهوا إلى هذه القصة أكثر من غيرهم، لأن غيرهم الكبار قليل كثير شايفين قضايا سامعين، الشباب توهم بعدهم. يقول سحبت وإذا الخيط أتاني برجل العصفور، انخلعت رجل العصفور، رجلها واحدة جاني. أمي قالت لي يوم راح يجي أنت تنقطع رجلك. مر على هذا 50 سنة، الآن أصيبت لأن أمه قالت له، هذا بقي في ذهنه. يعني أحيانا الانتقام في الدنيا يصيب الإنسان بعد 50 سنة أو أكثر. الإنسان إذا عرف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ينتبه حتى لا يصدر منه أذى بالنسبة لغيره، لا يصدر منه ما لا يليق بإنسان.